للحديث أكثر يلتحق بنا هاتفيا المحلل السياسي الدكتور نايف الوجاع. مرحبا بك دكتور نايف. هل سنشهد نقلة نوعية للعلاقات السعودية اليابانية والممتدة لأكثر من 60 عاما حسب ما ذكر وزير الخارجية السعودي؟ وما هي أبرز ملامح هذه النقلة إن تمت؟ حياك الله أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة العلاقات السعودية اليابانية ضاربة في أعماق التاريخ، وهناك مصالح مشتركة منذ سنين طويلة في كافة المجالات. المملكة العربية السعودية الآن تحث الخطى نحو آفاق جديدة لمستقبل واعد، ولذلك تعتبر اليابان أحد الدول التي سيكون لها النصيب الأكبر في المساهمة في النقلة النوعية التي ستنتقلها المملكة وفق خطة 2030. اليابان بلد مستقر، بلد متقدم اقتصاديا، متقدم صناعيا. العلاقات بين المملكة واليابان علاقات راسخة ومتكافئة، ليست علاقات تنافسية. كذلك اليابان تتميز بأنها دولة لا تبحث عن الهيمنة أو فرض شروط قاسية على الدول التي تقيم معها علاقات. وكون العالم الآن يعيش في فترة ركود اقتصادي ستمتد إلى ما بعد تقريبا 2022، فإنها فرصة ذهبية للمملكة العربية السعودية، وهي الاقتصاد الضخم وما نملكه من احتياطات ضخمة، لأن نحصل على فرص نوعية من اليابان بحيث أن نتحول إلى بلد صناعي، نحصل على تقنيات صناعية، لا نكون فقط بلد مستهلك أو نستورد أشياء جاهزة من اليابان. نحن نريد أن ندخل إلى عالم الدول المتقدمة صناعيا، فبالتالي أعتبر أن الفرص واعدة، واليابان بلد ضليع بهذه المجالات، وخاصة في مجالات التقنية المتطورة كالإلكترونيات والحاسبات الآلية والأقمار الصناعية والفضاء والبتروكيماويات وصناعة السيارات. نحن بلد من أكثر بلاد العالم التي نستورد من اليابان سيارات لم توطن هذه الصناعة، بل للأسف أنه حتى قطع الغيار لم توطن. ما آمله أن تنتج هذه الزيارة، وبالتأكيد ستنتج مزيدا من الفرص الصناعية للمملكة العربية السعودية بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، شكرا لك المحلل السياسي الدكتور نايف الوقع.